لما تتكلم على نونو سانتو لازم تسبقها تقول يعني مدرب عالمي صاحب خبرات، ومثل هذا المدربين هم اللي انا جالس اقول انهم يطلعون بالافكار ويلعبون بحسب الامكانيات ويخفون العيوب وتبرز قوه الفريق عندهم. لذلك انت لما تشوف مباراه، شوف ابها والاتحاد تقريبا من اقل التمريرات، لان اللعب فيها مباشر، فيها ما فيها استحواذ، كلها هذا هجمه عكسيه وهذا هجمه عكسيه. اللي فرق فيها الجوده في اللاعبين والاستثمار. ولما تيجي برضه تشوف اللاعبين المهمين فيهم واللي لهم اثر، لما تتكلم على لاعب اسمه قروي تفاجئ اثنين، صد لك بلنتي، خلي النتيجه تستمر على 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 الوضع هذا. حتى لما جاب، يعني تخيل ان البلنتي جاء وجاب صاحب العمري ضاعت عليك، ولكن هذه قيمه الحراس، هذه قيمة برضه المهاجمين، هذه قيمة روما اللي عنده الجرأة والشجاعة، اقتحم وراوغ تقريبا في متر بتركيز عالي جدا وسجلها في الزاوية ضيقة وعلى حارس الكاميرون، مو حارس طبيعي. صح. لما تيجي برضه، خليني انا ابغى القى تفسير للناس تسأل عنه، مثلا تقول ليش مبدل هو السناترة؟ يقول اللي يلعب يسار حاطه يمين واللي يلعب يمين حاطه يسار. انا عندي تفسير طبعا وقراءه من عندي، لعله ما عنده المحور طارق ويلعب كورنادو، فمنطقه العمق عنده لما اثنين اللي عنده كلهم يلعبون، يعني هذا اللي يلعب اليسار حاطه في اليسار واللي يلعب باليمين حاطه يمين، كلهم بترجعون برا. لما يدخلهم يخلي بالعكس بيخليهم على العمق، يسكرون العمق عنده، وهو في الاصل اصلا يرجع الاطراف عنده، فيدخلون الأظهرة ويسكرون الأطراف عنده. فهذه برضه فلسفة تدريبية عنده. نادي الاتحاد الآن 3 أهداف عليه، شوف المسيرة اللي قاعد يقدمها، نموذج للفريق اللي عنده تنظيم دفاعي جيد، نموذج للفريق اللي يستفيد من الكرات الثابتة. الاتحاد جالس ماسك الخط اليمين بصراحة وقاعد يمشي بالمباراة حبة حبة، ولازم تكرر، لديهم قوة ذهنية هائلة بالتأكيد عليها تدريبات من المدرب في داخل المباراة.